اذكر عدد الكلمات في كل آية. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر. هل أولا في الآية الأولى بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم هي آية صحيح، هل تعرفون ذلك؟ طيب نعم نسي. هل تستطيعون تعداد الكلمات في هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم، كلمة بسم هي بسم بي زائد اسم، يعني بسم الله الرحمن الرحيم. شو ما معنى الباء هنا؟ يعني نستعين، نبدأ بسم الله، نستعين بسم الله، هي الباء اسمها باء الاستعانة، نستعين بسم الله هي معناها، لكنها حرف جر ماشي، بي حرف جر، والحرف كلمة، والحرف كلمة، هي كلمة، واسم كلمة، الله كلمة، الرحمن كلمة، الرحيم كلمة. كم كلمة صار لدينا؟ كم كلمة؟ أربع كلمات، خمس كلمات، خمسة، عديتهم خمس كلمات تمام؟ خمسة كلمات، لأن الحرف الباء هذا حرف الجر، هي كلمة، ما أعطاني معنى؟ ما أعطاني معنى، مو أنا هلأ قلت لكم أنه حرف الجر، ألم أقول لكم الآن أنه حرف الجر هذا معناه الاستعانة، يعني أستعينوا بسم الله أو أبدأوا بسم الله تمام؟ فهو فيه معنى. طيب الآن ننتقل إلى الآية الثانية. إنا أعطيناك الكوثر، كم كلمة فيها؟ أربعة. يلا نعود بهدوء لو سمحتم، أولا أربعة، يعني أنا الآن أعدهم لو سمحتم، عدوا. إنا أنسى أربعة. أربعة أنسى أربعة. من أنت الذي قلت أربعة؟ عد لي الكلمات لو سمحت. أربعة. من قال أربعة؟ أحمد الرماح. أحمد الرماح قال أربعة. تفضلي يا أحمد. يا أحمد قل قل لي ما هي الكلمات؟ تفضل يا أحمد الرماح. أنسى إن أعطيناك الكوثر الألف، وإن أعطينا إن أعطيناك موانسة. لحظة، أول كلمة ما هي الكلمة الأولى؟ أنا إن، ما هي الكلمة؟ إن الكلمة الأولى. طيب ما هي الكلمة الثانية؟ أعطيناك الكلمة الثانية. طيب ما هي الكلمة الثالثة؟ إن الكاف أنسى. طيب أحدهم قال الكاف، أنا أمامي أنا والكوثر، والكاف أنسى. طيب طيب ماشي سمعته، أحدهم قال الكاف. نعم الألف والكاف الألف والكاف في الألف حرف جر والنون جماعة الفاعل. يا بسملة لو سمحتم، بسملة يا بسملة يا بسملة أجيبي لو سمحتي، كم عدد الكلمات؟ طيب دعاء العباد أنسى ثلاثة، أنسى ثلاثة. إنا 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 كلمة. طيب. أعطيناك نون الجماعة كلمة، وأعطى كلمة، والكاف كلمة، والكوثر كلمة. طيب الحقيقة ما أحد منكم عرف الجواب، تخيلوا أنه نحن لساتنا في المرحلة الأولى الآن، والأجوبة للآن إلى الآن لم يعطني أحد الجواب الصحيح. طيب سأقول أنا معلش، لا بأس، سأكتم الأصوات لو سمحتم. إنا أعطيناك كاف ضمير. إنا أعطيناك الكوثر. إنا أولاً هناك حرف إن، هو حرف مشبه بالفعل، لكن الآن لا بأس، لا نريد أن نتحدث عن ذلك. إن هي معناها التوكيد صح؟ إن. طب إن من المتكلم هنا؟ الله عز وجل. إن صح؟ صحيح. فهذه إن هنا أيضاً كلمة ثانية، إن نادى على الفاعلين، هو مشددة، فهذه كلمة ثانية. إن ثالثة، الكلمة الثالثة أعطي، أعطى هو الفعل، هو أعطى ماشي، أعطى يقول الله عز وجل
نحن أعطيناك الكوثر، يعني أعطى هو الفعل ونا هو الفعل، أعطى يعني الله ك، يعني يا محمد هي كاف كاف الخطاب كامين، هي كاف كاف الخطاب. فالله عز وجل يوجه الكلام لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إنا يعني إنا زائدنا أعطيناك، أعطيناك فيها ثلاث كلمات، أعطى الفعل ونا الفاعل والكاف هي المفعول. شلون المع... على المعنى، على المعنى أعطى نا يعني أعطى، أعطينا نحن إياك، أعطينا نحن إياك الكوثر، هذا هو المعنى تمام. والكوثر هي كلمة، فإذا كم كلمة صار لدينا؟ إن فيها كلمتان، أعطيناك فيها ثلاث كلمات، والكوثر كلمة واحدة، فإذا صار عندنا ست كلمات. ست كلمات. أصناف الكلمة، أصناف الكلمة، لأن إحنا عندنا نص، هذا النص مقسم إلى جمل، والجمل مقسمة إلى كلمات، صحيح؟ قلت لكم إنه كل جملة هي مجموعة من الكلمات. يلا، من يريد أن يتحدث؟ لا. أنا أنسى. يلا، بسم الله الرحمن الرحيم، يلا. بسم الله الرحمن الرحيم، كم كلمة فيها؟ آمين. أنسى أربع كلمات. طيب ما هي الكلمات؟ خمس كلمات. آمينة الحلاق ما هي الكلمات؟ ما هي الكلمات يا آمينة؟ باسمي هي كلمتان صحيح؟ باء حرف وهي الحرف كلمة، واسمي كلمة، الله الرحمن الرحيم صاروا خمسة. خمسة. طيب يلا الآية التي بعدها. لو سمحتم حتى تكون هناك فائدة من الدرس، هذا هناك تمرين تطبيقي طويل، أريدكم أن تغلقوا المايكات ولا يفتح المايك إلا الذي يريد أن يتحدث فقط، لو سمحتم حتى نفهم. طيب يلا، عما يتساءلون كم كلمة فيها؟ يلا من يجيبني؟ من يتطوع؟ أنا معي كلمة. طيب هل أختار؟ ريهام حجازي، ريهام حجازي، ريهام حجازي فقط، ريهام حجازي تفتحي المايك. أنت ثلاثة. ريهام أنت الذي تتحدثين؟ أي 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 أنت. أنا أنا ريهام. يلا يا ريهام. طيب عما يتساءلون كم كلمة؟ ثلاثة. ثلاثة. عدد يتساءلون. يلا. نعم. أين الكلمة الأولى؟ أين الكلمة الأولى؟ عما، عما الأولى يتساء. طيب لحظة. يتساء. لحظة ثانية. واحدة. قولي لي ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ هذه بالتحديد فقط. عن النبي العظيم. أربع كلمات. لا أريد. هلا لو سمحتم هناك ريهام تجيبني الآن، فقط ريهام. يا ريهام قولي لي ما معنى هذه الآية؟ عما يتساءلون. عما يتساءلون يعني على شو؟ تمام ممتاز. يسألوا يعني, يعني عن النبأ العظيم. عن تمام يعني عن أي شيء يتساءلون صحيح؟ صح. طيب طيب الآن قولي لي ما الكلمة الأولى؟ عما. ما الكلمة؟ عما. ما الكلمة الثانية؟ ثانية. يتساءلوا. طيب هلا الآن أنا طبقت معكم جملتين أو آيتين، أريدك أن تحاولي أن تفصلي بنفس الطريقة، لأن نحن الخطوة الأولى بالإعراب أن نميز الكلمات، إذا لم نميز الكلمات لن نستطيع الإعراب. إذا كنا نرى كل هيك جزء مكتوب مع بعض كأنه كلمة واحدة قطعة واحدة لن نستطيع الإعراب، ينبغي أن نقسم نفصفص يعني بالعامية تمام. عما أنت نفسك قلتي لي الآن على على شو؟ عن أي شيء صح؟ فعما هي عم عن زائد ما، يعني هي تماما عن أي شيء، هي معناها تماما كما ذكرتي، فهي فيها كلمتين عما عن أي شيء، لكن لسبب حذفت يعني كلمة لأنه تصل حرف الجر بما الاستفهامية فحذف الألف. أما هي الأصل ما الاستفهامية إلى إليه ما تأكلون، لكن هو لأنه اتصل في علة يعني إملائية لأنه اتصل حرف الجر بما حذفت، وهو لا ليس مجال ذكره، لكن إذا هناك كلمتان عن ما يعني عن أي شيء هي كلمتان هنا عندنا في هذه القطعة الأولى التي ظننتها كلمة واحدة، هناك كلمتان
طب يتساءلون. أيوة. وهي كمان أنسي اثنتان. يتساء واحدة ولون ثانية. طب لحظة. عن أنت لما شرحتي لي يتساءل. ماذا قلتي؟ ما معنى هذا؟ يتساءل. أيوة يتساءل. منطق يعني. يتساءل واحدة والواو والنون ثانية. أحسنتي. يتساءل قطعة لأنه هي الفعل عن أي شيء يتساءل والواو والنون ليش طيب الواو والنون يعني لأنها أعطت هذا هي كلمة وحدها ما المعنى الذي أعطته الواو والنون جمع أحسنتي يعني عن أي شيء يتساءلون يتساءلوا القوم هي واو والنون أيوة. يعني القوم صحيح فهذه كلمة صح. وهذه كلمة صار عندنا كم كلمة هنا في هذه الآية أربعة أربعة تمام أحسنت أريد الآن أنا بس شوي أنت ضعيفة بكتير يعني بال إن شاء الله سنتدرب بالإعراب أريد يحيى باريش يحيى باريش يا يحيى نعم أشتي نعم يلا ابدأ عن النبأ العظيم كم كلمة فيها عن النبأ العظيم كم كلمة فيها؟ نسيت حرف وكلمتين. أحسنت عن النبأ العظيم سهلة هيك. طيب يلا التي الجملة التي بعدها باعتبار أن هذه سهلة. نعم سعيدة ما سمعت. الجملة الآية التي بعدها لو سمحت. الذي هم فيه مختلفون. الآية التي بعدها حللها لو سمحت. حلل الكلمات التي فيها. يلا ما الكلمة الأولى؟ الكلمة الأولى. ما هي الكلمة الأولى؟ الذي الذي أحسن هم فيها مختلفون طيب الذي كلمة لو سمحتم من لا يتحدث يطفئ المايك لو سمحت يحيى افتح المايك طيب يا يحيى الذي هم فيه مختلفون الذي قلت لي الذي كلمة طيب ماذا عنهم؟ أنسيهم فعل حرف طول بالك الآن لا نريد التصنيف أنا لسه ما بلشنا بالتصنيف لم أقول لكم قولوا لي هل هذه اسم أو فعل أو حرف لا بس قل لي هل هذه كلمة مستقلة ولا لا فقط أريدكم أن تحدد كلمة كلمة هم هي كلمة لأنه هي ضمير هم هو هي هم هن هم كلمة صار عندنا كلمتان الذي هم فيه كمان في كلمة كلمة واحدة طيب. الذي هم فيه طيب هي الهاء على شو راجعة؟ على أي شيء رجعت هذه الهاء؟ على أي شيء؟ الذي هم فيه هي الهاء على شو عادت؟ كلمتين أنسي أجبني لو سمحت هذه الهاء على شو راجعة؟ الذي هم فيه مختلفون أنسي ما في صوت عيدة؟ هذه الهاء الذي هم فيه مختلفون تعرف هل تعرف أن الهاء هذه تعود على كلمة سبقتها صحيح؟ حينما أقول جاء الطالب ومعه الكتاب وقد قرأه هي الهاء جاء الطالب ومعه الكتاب وقد قرأه ما الذي قرأه؟ هي الهاء هاء شو؟ ماذا نعني بقرأه؟ كتابة ماذا قرأه؟ كتاب تمام هذا الضمير تعود على اسم قبله على اسم مذكور قبله طيب هذا الضمير يعود على اسم مذكور ذكر قبلا طيب الذي هم فيه في اي شيء الذي هم فيه مختلفون لا مختلف لو سمحت اقرا عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون فيه في أي شيء النبأ أسمعك أحسن تماماً فهذه إذن في هي هما كلمتان لاحظت المعنى هذه جزء هذه أعطتني كلمة في أعطتني معنى وكلمة والهاء هذا الهاء الصغير هي كلمة مستقلة بذاتها يعني ما تفكر أنه حرف واحد ما له كلمة لا كلمة هو كلمة لأنه أعطاني معنى صحيح الذي هم فيه طيب مختلفون كم كلمة
كلمتين. أنسيت كلمتين. لماذا؟ الواو طيب. اللي كلمة منهما ماذا دلت؟ مختلفون. كلمة ماذا دلت؟ الكلمة الأولى مختلف والنون والواو والنون كلمي. خطأ. على بس هذا الخطأ يعني أعرف أنه شائع جدا وكثير من الطلاب يخطئون فيه. هذه كلمة واحدة. لماذا؟ لماذا هي كلمة واحدة؟ لأنه نحن لو سمحتم سأكتم الصوت قليلا. لأنه جمع. لأن هذه الكلمة هي نفسها جمع. الكلمة نفسها جمع. تمام؟ مختلفون. لما قلنا في الآية الأولى يتساءلون أن يتساءل القوم. تتساءل الجماعة. صحيح؟ أما مختلفون. تعالوا نحاول أن نضع كلمتين بدلا عنها. لا نستطيع. مختلفون. صفة الجماعة أنهم مختلفون. هي كلمة واحدة. الفرق أنه هدلاك هناك دخلت الواو على فعل. يتساءلون يعني يتساءل القوم. أما هم مختلفون هي اسم. لكن حتى على صعيد المعنى نستطيع أن من المعنى أن نستدل أن هذه كلمة واحدة. مختلفون. لأننا نقول مثلا أعطوني كلمة جمع الذي هم فيه. مثلا أعطوني كلمة تدل كلمة جمع الذي هم فيه. ناس مجتمعون. طيب هذه مجتمعون. كلمة ليس فيها واو ونون. الذي هم فيه يعملون. يعني معلش حتى لو نحن يعني هي نحن فقط من باب التدريب لو كانت هذه ليست آية واستطعنا أن نبدل فيها مثل الذي هم فيه فلنضع أي كلمة سنرى متفرقون الذي هم فيه مرائين الذي هم فيه اختلافان أننا نستعيد عنها بكلمة واحدة فقط الذي هم فيه مختلف الذي هم فيه مشتتون متفرقون أي كلمة نضع فقط لا نستطيع إلا نضع كلمة واحدة فقط كلمة واحدة وصف واحد طيب شكرا لك يا يحيى أنسي إسراء يعطيك العافية ممكن بس نخلص فقرة التفاعل مع الطلاب أنه يعني تمري على الأمثلة مرورا سريعا كلياتها لأنه في طلاب شوي هيك تشتتوا بسبب المقاطعة ودي أقول شغلة أنه دائما طلاب التاسع عنا كل سنة بياخدوا وقت لحتى يتدربوا يضبطوا تفاعلهم يعني نحن بنعرف أنه طلاب التاسع كتير بيحبوا التفاعل وأنه يردوا على الأسئلة بشكل مباشر هذا الشيء بيصير بالحصص اللي هو وجه لوجه لكن بدنا ننتبه ونضبط حالنا أنه أنا ما بحكي حتى لو الأسئلة كانت عم تسأل سؤال عام وما حددت يعني ما قالت انه برفع اليد خلص انا لحالي بعرف انه انا برفع ايدي وبحكي غير هيك ما برفع ايدي واذا اذنت لي خلص انا وقتها بفتح المايك وبحكي غير هيك انا ما بحكي يا طلاب ماشي يعني انا ادرك انه صف التاسع دائما نحن كل سنه بنلاقي هذا الشيء لانه بتحبوا التفاعل بس نحن مالنا بصف فيزيائي نحن اونلاين تضارب الاصوات بيروح صوت الانسه تمام أنسة إسراء نحن كتير مبسوطين على الشرح لكن إذا بس تخلص التدريبات هيك بتمر عليهم مرورا سريعا لحتى الكل يستفيد وتكون مسكرة المايكات طيب بإذن الله تعالى طيب الآن غنى حريري يا غنى يا غنى تفضل يا غنى لطفا الجميع يغلق المايكات باستثناء غنى يلا يا غنى افتحي المايك وتحدثي طيب كلا سيعلمون كم كلمة فيها؟ أنسي فيها أربعة تفضل قولي لي ما هي الكلمات؟ فيها ثلاثة ارفعي صوتك يا غينة لو سمحت كلا ماذا يعني كلا؟ كلمة واحدة يعني كلا ماذا تعني كلمة كلا حرف ردع وزجر يعني كلا هي لما يعرفها النحات يقولون هذا حرف ردع وزجر يعني لا بشدة يعني هي أشد من اللا حرف ردع وزجر طيب هذه كلمة هي بس هيك فائدة على الهامش طيب المهم أنه هي كلمة هي طيب سيعلمون كلمتين ما هما الكلمتان سيعلم والواو والنون كلمة طيب تعالي هيك تعالي نحاول أن نفصفص هذا الفعل كلا يعني لا مثل ما قلنا وهي حرف ردع أقوى من لا هي واحدة
كلمة، هي عطتنا معنى واحد. طيب س س هي ماذا عن هذه الس؟ ماذا تعني س؟ أنا الله عز وجل ما قال كلا يعلمون، كلا س سوف يا عيني عليك سوف. فهي هذه أعطتني معنى مستقل ولا ما أعطتني معنى مستقل؟ أعطتني صحيح، لأنه معنى المستقبل. من أين أتى معنى إنه سيعلمون في المستقبل؟ من أين أتى؟ من أي جزء من الجملة؟ من أي جزء من الآية؟ من السين، تمام؟ فهي كلمة، هي صار عندنا كلمتان. طيب تابعي لو سمحتي، تابعي يا غنى. السين كلمة، ويعلم يعلم كلمة، أحسنتي، واو ونون كلمة، واو ونون كلمة. كلا سيعلمون، مين هذول الواو والنون؟ يعني سيعلمون جمع، الجمع جمع. الجمع القوم الجماعة، تمام. فإذا في هذه الجملة كم كلمة؟ 4 كلمات. لما بدأنا الدرس لو كنت سألتكم عن هذه الآية ستقولون هي كلمتان. الآن شوف الحمد لله أنتم تتطورون، لكن الموضوع فقط يحتاج إلى انتباه وتدقيق فقط، ندقق ننتبه. طيب يلا الآن من سيجيب؟ جزاك الله خيرا. وإياكم. من سيجيب؟ عبد اللطيف سعيد. يا عبد اللطيف، يا عبد اللطيف لو سمحت فقط أن افتح المايك. هل أنت قادر على الإجابة؟ طيب تفضل لو سمحت. ثم كلا سيعلمون، كم كلمة في هذه الآية؟ فيها 4. ثم وكلا وسيعلموا، والواو والنون كان نضيف كلمة سيعلموا القوم. طب لحظة بس هيك يعني حتى نشوف أنه نحن قلنا أنه كل كلمة تعطينا معنى. ثم شو معناها؟ شو هي معنى؟ حرف عطف صح يعني؟ إضافة. نعم عطف. هي عطف وتفيد التوكيد أيضا. طيب كلا أنه هي جملة فيها تكرار فيها بمعنى التوكيد. طيب كلا كلمة، وماذا أيضا؟ ثم كلا، هذه هاتان الكلمتان. ماذا عن سيعلمون؟ سيعلمون يا عبد اللطيف. سوف يعلمون. سوف يعلمون القوم. تمام، معناتها كم واحدة؟ 3 صحيح؟ معناتها صار عندنا في هذه الجملة 5 كلمات. شكرا لك. طيب سأختار الآن آمنة الحلاق. يا آمنة لو سمحتي فقط أنت افتح المايك. آمنة. نعم عاصي. تفضلي يا آمنة. ألم نجعل الأرض مهادا، كم كلمة في هذه الجملة؟ يلا ابدأي بالتحليل. 4. طيب يلا هيا نعدد الكلمات. شو معناها؟ ما معنى هذه الآية؟ ما معنى هذه الآية؟ الله عز وجل يذكر عباده بنعمه. ألم نجعل الأرض مهادة، يعني أما جعلناها ممهدة تستطيعون السير عليها؟ هي بمعنى هون صحيح استفهام، لكن بمعنى التقرير يعني لقد جعلناها كذلك، لقد جعلنا الأرض ممهدة. طيب هيا نبدأ. ألم، كم كلمة هنا؟ كلمة. شو معناها؟ ما معناها؟ آمنة. لا آمنة. نعم. لا أنسي. طيب إذا قلت لك أهذا كتاب، ماذا تفهمين من هذه الجملة؟ ما المعنى الذي تعطيه هذه الجملة؟ ها أهذا كتاب، ما المعنى الذي تعطيه هذه الجملة؟ معناها أني أسألك هل هذا كتاب، صح؟ مو هيك المعنى؟ ليس المعنى كذلك؟ نعم لك. طيب ألي هذا كتاب؟ أهذا كيف فهمتي معنى الاستفهام من الهمزة؟ هي هذه الهمزة تضيف معنى الاستفهام للجملة، تمام؟ ألم نجعل الأرض مهادة؟ من أين أتى معنى الاستفهام في الجملة؟ أين أداة الاستفهام؟ وين الهمزة؟ تمام؟ هذه إذا هل أدت وظيفة؟ هل هناك معنى مستقل نفهمه من هذه الكلمة؟ نعم، فهي كلمة إذن من هذا الحرف. هل هناك
معنى مستقل لكون هذا الحرف؟ نعم، إذا فهي كلمة. طيب معناتها الهمزة حرف، الهمزة هي كلمة، الهمزة كلمة. طيب لم، ولم كلمة، كلمة شو معنى لم؟ كلمة حرف جزم، صح؟ تعرفين المعنى لأن صح. نحن لا نعرب، فقط حتى نفهم المعنى. لم مثلا لم يكتب، حينما أقول لم يكتب تمام؟ يعني نفي، ونفي هذا الفعل. ألم نجعل، ألم نجعل، طيب ماذا عن نجعل؟ نجعل. ألم كلمتان، نجعل كلمة، نجعل كم كلمة فيها؟ نجعل يا أمي كلمتان، ما هما؟ ما هما؟ التاء كلمة؟ ما في تاء، نجعل الآية نجعل. ألم نجعل النون كلمة؟ طب المعنى، طب المعنى، المعنى نجعل يعني نصير، صح؟ صيرنا الأرض منها، نجعل. طب المعنى، من الذي جعل؟ مين الله عز وجل. طيب نجعل يعني نحن، الله عز وجل نجعل نحن، نجعل نحن، ألم نجعل نحن. فإذا هي فيها كلمتان، فيها هذا الفعل الظاهر الذي ترينا، وفيه وفيها أيضا فاعل مستتر. كيف عرفنا؟ عرفنا من النون، نجعل نحن. لا بس هذه أعذرك إن لم تعرفيها الآن. ألم نجعل، فإذا ألم فيها كلمتان، نجعل، نجعل نحن، الفعل والفاعل كلمتان. نحن بس الآن فقط من باب الفائدة أقول لكم فعل وفاعل وكذا، لكن من باب فقط فهم المعنى، ما الذي يهمني الآن فقط أن أحدد الكلمات، هذه هي الخطوة الأولى والأهم الآن. طيب الأرض كلمة، كم كلمة فيها؟ كلمة واحدة. مهادة، مهادة يعني ممهدة كما قلت لكم، كم كلمة؟ كلمة واحدة، صحيح. إذن صار عندنا ألم نجعل أربع كلمات، أربعة الأرض مهادة ستة.